اخويا ما عنده احد، انا احنا بس اثنين اخوات عنده واخواني وهذه. قال خلي ادب يمك لما اخذ بنت الحلال وهاي. قلت له جيبه ما بيها شيء ويا اطفالي، كنا قبل بالقريه. هو هم يجي ينزل مجاز يجي يمي يعني اغسل ملابسه سوي له اكل وهاي. ظلوا قبل لا ننزح بثلاث اشهر اخذ راح يم بيت اخويا بشهر رمضان بالجلالي. تزوجنا، غير يروح ويا ابوه مرت ابوه، راح ويا ابوه مرت ابوه. رحت عليهم هيك مسيره، هو صغير خطيه صف اول صار ابتدائي. لقيتهم يعني كانوا قاتلينه معذبينه معذبه يعني كلها. قلت له ليش وهيك؟ يقول ما تقول يسوي على نفسه. قلت له وين يسوي؟ هو صغير يمي ما سوى يعني على نفسه، شلون يمك يسوي على نفسه؟ هاي ماكو هيك حكي. قلت لها ومن حكي الولد هو قلت له ليش تبول له هيك؟ ما تبول عيني ابد ما تبول ليش؟ يقول عمه والله ما ابولاني ترفع الهذا وتذب دولكة مي وتخليها وتصورها وتدزها تقول له اليوم ابنك باين من حكي له اي يعني حسبي الله عليك وانا هيك كرهتيه. دعليه حليه انطيه يعني ديحيه يعني يسوي انسانيه حليه خابري. هسه هو ما علاقته بينا فدنا بقطعها. قالت لي يعني ما أريده قاعدة تحاكم ما تعبك واحد كبير. قلت لها حطي ملابسة، هاي زوجي ما يدري، حطي ملابسة وأخذتها. جيت زوجي قال ليش جبتي مسؤولية وما أدري شنو، مو بعد أبو تزوج وهذه. قلت له خطيت شوف جسمه، شوف الكتل الماخذة والتعذيب. جبنا يمنا بالمخيم 5 سنين هو ويانا، كبرنا صار شاب يخبل. هي الأساس، هي بس أنت أخذت يعني رجال عنده طفل وش معوقين ما نريد نظلم كل نسوان الأب وش جاي أخذنهم معوقين الحفاضات.